عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. هذا تصريح من بين مئات التصريحات التي أطلقتها المعارضة التركية في السنوات الأخيرة، هل هناك أفق يقول بأن هناك إمكانية للتغيير في تركيا؟ نعم، تحياتي ليك يا أستاذ أحمد والأستاذ المشاهدين. بطبيعة الحال هناك أفق وأفق واسع للتغيير في تركيا إذا تمت العملية وفق النطاق الإحتياطي أو على الأقل الحد الأدنى منه، وهو من خلال صناديق، لكن صناديق الاقتراع هناك اطراف حتى تحرك الامور المبكره فيها حزب العداله. استاذ محمد، انا اتمنى على حضرتك فقط ان تتحرك ولو قليلا، لاننا يبدو ان لدينا مشكله في ان يصل صوت حضرتك بشكل واضح حتى تتم ايصال الفكره بالقدر الذي تريده وبالمستوى الذي يوصل للمشاهد ايضا هذه الفكره بقدر من الوضوح. حضرتك تقول ان هناك افقا وافقا واسعا اذا ما تم الاحتكام الى الاليات الديمقراطيه في تعبير الشعوب عن ارائها، كيف يتاتى ذلك او ما الذي قصدته تحديدا؟ هناك اتجاه لاجراء انتخابات مبكره في تركيا، الاتجاه ده بتدعمه العديد من احزاب المعارضه ودوائر عديده داخل حزب العداله، مسائل موجوده في الدستور التركي. اذا لم تجري انتخابات مبكره، فرصه اردوغان في الاستمراريه لفتره اطول ستقيد، وبالتالي هم يدفعون مبكره لكن يريد حزب على اجرائها في وقت تكون فيه استطلاعات الراي في صالح اردوغان وهو ما لم يكن. دلوقتي في كتله مهمه جدا في تركيا الشبابيه، اللي هي بطبيعتها في كل دول العالم تغني بشكل كبير عن المشاركه في الانتخابات. الكتله دي في تركيا 13 مليون شاب. اردوغان حول استمالاتها في الاسبوعين الاخيرين بمخاطبتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قيامه باغلاق العديد من مواقع ومنصات اجتماعي في تركيا اللي بيتفاعل اساسا من خلال الشباب، لكنه اقدم على هذا التحرك وعمل لقاءين بالفيديو كونفرنس مع الشباب، منهم شباب الثانوي اللي هم بصدد الالتحاق بالجامعه، لكن فوجئ بما لم يكن في الحسبان، وهذا هو المتغير الاساسي. دويتش فيلا الألمانية إثارة الموضوع، ثم تحركت المعارضة التركية للاستفادة منه وتوظيفه. اللي حصل إن لما أردوغان فتحوا كانت بتنظم اللقاء رئاسة الجمهورية التركية الفيديو كونفرنس على الهواء مع الاستقبال التعليقات من جانب الشباب. حضرتك تتخيل معايا خلال نصف ساعة فقط 342 ألف تعليق على هذه أو المنصة اللي فتحها أردوغان مع الشباب، 342 ألف تعليق بتطالبوا بالانسحاب من الانتخابات. نعم. وبتهددوا بأن الشباب سوف يسقطوه في الانتخابات، جمل محددة. فاضطر أردوغان ومنظمو اللقاء لإلغاء خاصية التعليق، حظر التعليقات. نعم، حظروا التعليق، وده طبعا أثار حالة غضب الكبير، ده رمز واضح ل قمع حرية أستاذ محمد التعبير اللي هو اختارها نفسه. ما الذي يستند عليه العدالة والتنمية في محاولة الانتظار حتى 2023 موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؟ لماذا هذا التاريخ يبدو مطمئنا على الأقل من وجهة نظر العدالة والتنمية والرفض الكامل لأي انتخابات مبكرة أو الحديث عنها؟ لا، هو لن يرفض انتخابات مبكرة، هو سيجري انتخابات مبكرة، لكن يريد أن تتحسن في استطلاعات أولا. يعني العدالة والتنمية مقتنع بأن هناك انتخابات مبكرة لن تكون في 2023. أيوة، أنا بقول لحضرتك هناك دوائر لها الرأي الغالب ومنها أردوغان نفسه، لازم انتخابات لمسائل في الدستور لكنها مسائل فنية. بس لو حصل انتخابات مبكرة وهو نجح يبقى هيستمر الحزب فترة أطول. يعني أنا مش عايز أخوض فيها لأنها مسألة دستورية بس مهمة جدا، علشان كده هو مش بيعارض انتخابات مبكرة لكن بيحاول حد التوقيت يكون صدقهم فيه أكثر. اللعبة اللي بيلعب بيها دلوقتي اللي هي مع الأسف حزب النهضة في تونس أخذ المشورة منهم وبيسيطر على الساحة التونسية من خلال الانتخابات. اللعبة بتقوم أساسا على زيادة عدد أحزاب المعارضة وخلق حالة من الانقسام وتوزيع الأصوات بين هذه الأحزاب بشكل يضمن أن حزب العدالة مثلا لو نسبته 30% سيظل هو الحزب الذي له الغلبة،
واحنا شفنا انه دخل في معسكر اليمين او يمين الوسط دخل حزبين جداد منشقين عن حزبه، طبعا دول من غير المتصور ان هم يتحالفوا مع حزب الشعب الجمهوري اللي هو الحزب المعارض الاكبر. لذلك انا سالت حضرتك استاذ محمد في مره سابقه بصرف النظر عن مستوى الريبه من عدمها في حزبي علي باباجان واحمد داوود اوغلو، هل هناك رباط مشترك بين كل الطيف التركي المعارض وبينهما فوارق ايديولوجيه كبيره وضخمه للغايه، لكن هل هناك شيء مشترك يمكن ان يجعل هناك بديل لاردوغان بين هذه الاحزاب؟ شيء واحد مشترك لا يوجد، لكن بين كل حزب منهم وحزب العداله الفاسد في تركيا عنصر اختلاف اساسي. يعني مثلا في بينه وبين حزب الشعب الجمهوري صراع على الهويه، هويه مدنيه ولا هويه فاشيه دينيه. لكن بينه وبين حزب داوود اوغلو هو صراع على قياده التيار الاسلامي في تركيا. هم مش مختلفين في مساله الهويه، لكن مختلفين في تصور ان المسار السياسي الخارجي تحديدا اللي بيتبناه اردوغان حاليا وتحالفه مع اليمين القومي العنصري وليس الاكراد او الاقليه الكرديه ده خطا استراتيجي، فهو مختلف معاه في هذه النقطه. علي باباجان حزب مع اقتصادي يحسن علاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي ويوظف استمراريه مفاوضات الانضمام لعضويه الاتحاد لتحسين الاوضاع الاقتصاديه في تركيا. حزب الشعوب الكردي نفسه اللي هي جابت اردوغان اصلا للسلطه في 2002 دول صوتوا له على معيار اقتصادي، لان دول الطائفه الاكثر فقرا في تركيا، وهو كان بيتبنى خطاب الفقراء وقاعد في شقه وبيرفض انه يقعد في قصر زي محمد مرسي كده، حاول يقنع الشعب المصري مع بدايه حكمه، لكن الشعب طبعا كان واعي لهذا. استاذ محمد، لكن على الاقل ما الذي يجمع حزب الشعوب الديمقراطي بحزب الشعب الجمهوري؟ ما الذي يجمع الشعب الجمهوري بحزب الخير؟ ما الذي يجمع حزب الخير بحزب احمد داوود اوغلو او علي باباجان؟ ما الذي يجمع كل هؤلاء بحركه الخدمه؟ وبالتالي تفتيت الاصوات ما بين كل هذه الاحزاب قد يذهب بالضروره الى العداله والتنميه. ما يجمع زي ما قلت لحضرتك عنصر واحد لا يجمع، لكن المصلحه المشتركه في الاجهاز على حزب العداله تركيا تكون هي الموحد. حقيقي هم مش متفقين على رؤى ايديولوجيه واحده، على رؤى سياسيه واقتصاديه واحده، لكن مصلحت جميعا الان الحزب في هذه الانتخابات هو انتهى عمليا على الارض في تركيا ونهايه. عشان كده هم بيحضروا المشروع البديل بتاع احمد داوود اوغلو. فالمصلحه المشتركه في أن بقاء هذه الأحزاب وإمكانية خوضها منافسة حقيقية على السلطة لاحق أصبحت مرتبطة بالأساس بإزاحة أردوغان وحزب العدالة، وهذا ما يمكن أن تتبلغ عنه أو تتمخض عنه المفاوضات التي تجري سرا بين قادة بعض هذه الأحزاب ورموزها، وبعضها بيتم إما بضوء أخضر أوروبي لأن العديد من رموزهم مرتبطين بالاتحاد الأوروبي، وبعضها بيتم مع دوائر أمريكية ليس من بينها طارق ترامب لكن بينها دوائر نافذة في الكونجرس الأمريكي. الكونجرس له خيار آخر غير أردوغان، الاتحاد الأوروبي ألمانيا لها خيار وفرنسا لها خيار آخر، لكن الأطراف دي كلها زي ما بقول حضرتك أصبحت لديها مصلحة مشتركة في الإجهاز عليه. وحنشوف الموقف الاوروبي يوم 13 يوليو لما يعقد وزراء الخارجيه اجتماعهم المهم اللي هيهددوا فيه بعقوبات على تركيا. صحيح. واللي استبقته المانيا ببوادر تغير في موقفها عندما تحدثت ميركل عن امكانيه تعديل الاستراتيجيه الاوروبيه تجاه تركيا في الفتره القادمه. يبقى كده المانيا بتقرب من موقف فرنسا. هتظل ايطاليا، وهنا نقطة مهمة لو سمحت لي، إيطاليا التي جاءت بفايز السراج إلى ليبيا، وإيطاليا الآن ويمكن ده ما أذعش في الإعلام، إيطاليا الآن دخلت في شركات ضمن إعادة إعمار ليبيا بحماية تركية، ووصلت بالفعل العديد من هذه الشركات لمعاودة نشاطها في ليبيا انطلاقا من طرابلس تحت الحماية التركية. هذه قضية أخرى. أستاذ محمد، هو وزير الدفاع الإيطالي نفسه أعتقد سيزور أنقرة اليوم للقاء مسؤولين أتراك، وهذا يطرح
أسئلة كثيرة مرتبطة بالعلاقة الأوروبية في عمومها مع تركيا، والرئيس القبرصي أنس سيادس يقول أنه ما كان لتركيا أن تقدم على ما أقدمت عليه إلا بسبب ضعف الاتحاد الأوروبي. الأستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط منضما إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.